يعني عندنا مسافر واحد، نفترض ان انا عندي 2 مسافرين، تبعت لهم التذكرة وعايز اغير رحلة الذهاب او العودة او الاثنين في نفس الوقت. هجرب اعمل نفس المثال اللي احنا عملناه دلوقتي. طبعا هتلاحظ ان انا بعمل مثال على الخطوط البريطانية لان هي الوحيدة اللي بتقبل الريفاليديشن. لو اي شركة طيران تانية مش هتقبل الريفاليديشن، عشان كده كل مرة بعمل المثال على الخطوط دي. نجربه مرة تانية كده من الأول خالص لحد ما نطبع التذكرة ونشوف هيظهر عندي إيه. هعمل برضو المثال ده بالـ FXD وهستخدم عدد المسافرين دي، وليكن الرحلة من كايرو تاريخ الذهاب يوم 19 فبراير إلى لندن، والعودة بتاعتي ديت يوم 25 فبراير إلى كايرو. برضو هحدد الرحلة دي على الخطوط البريطانية وهقول إنها بدون توقف. طبعا الأمثلة اللي أنا بعملها كأننا بنراجع الجزء بتاع البيزك كل شوية، ده ملف حجز العادي، فهحجز برضه على الجروب رقم 1 أو 2 اللي تعجبك. هتلاحظوا هنا إن أقل سعر المرة دي كان ليه وزن شنطة واحدة بس، والسعر الإجمالي للمسافر الواحد 10,965. لو رجعت اتفرجت على ملف الحجز هلاقي فيه هنا حاجة جديدة، هلاقي إن رحلة الذهاب على الكلاس اللي اسمها M والعودة على الكلاس اللي اسمها O، بمعنى إن مش دايما يكون رحلة الذهاب والعودة على نفس الدرجة. هنكمل ملف الحجز. بافتراض ان انا عايز اسجل العيله بتاعتي انا والمدام مثلا مسافرين، هسجل نزيه احمد، بعد كده هسجل مدام نيلي محمد، بعد كده هسجل تليفون واحد، وهسجل الموبايل، وهحدد اللغه الانجليزيه والمسافر رقم واحد، وهسجل الايميل وليكن إيميل واحد بس للمسافرين. بعد كده هعمل تيكت أوكي وهسجل التوقيع وهحفظ الملف. بعد ما حفظت الملف هجيب أرخص سعر بالـ FXP، هسجل طريقة الدفع بتاعتي كاش. لاحظوا طبعا هنا إن التوتال بقى 21,930، وهنا السيستم قبل ما بصدر بيقول لي التذاكر دي غير مستردة عشان أقول للمسافر بتاعي. بعد كده هسجل طريقة الدفع وليكن كاش. طبعا ممكن بعد كل خطوة أحط التوقيع أو أعملهم كلهم مرة واحدة، عشان كده بحب أعمل FM وطريقة الدفع، وبعد كده أمضي وأحفظ في الآخر. فهحط التوقيع دلوقتي وهعمل ER. دلوقتي أقدر أطبع التذكرة بـ TTB/RT اللي هي مقصود بيها Ticket Print. لو طبعت التذكرة برضه هبعتها للمسافر على الإيميل زي ما أنا متعود. وبعد كده هعمل إجنور وهنتظر ساعة 2 يوم أكتر أقل. والمسافر هو والمدام عايزين يأجلوا السفر هما الاتنين، وهروح أخد رقم الحجز بتاعهم وهسترجع الملف الأول، هعمل RT وأكتب رقم الحجز. أول ما الملف بتاعنا يفتح معنى كده إن أنا أقدر أشوف كل حاجة في الملف، شركة الطيران اللي هما حاجزين عليها، رحلة الذهاب، رحلة العودة. هيبدأ المسافر يسألني هو عايز يغير رحلة الذهاب ورحلة العودة ويأجل السفر يومين. عايز كالمعتاد يعرف الغرامات والشروط الجزائية وكل حاجة تقريبا على التيكت بتاعتي. تقول لي طيب لو احنا فتحنا ملف الحجز بالشكل ده، عايز أعرف شركة الطيران بتقبل التغيير ولا لأ؟ تقول لي هو كل مرة لازم تعمل أمر؟ هقولك بصراحة لأ، لو أنت عارف إن الخطوط البريطانية بتقبل مش لازم نكرر الأمر. بس انا بعمله عشان نفتكره كل شويه، فهعمل هيلب الكترونيك تيكت وهكتب كود شركه الطيران. اول ما بشوف الشاشه دي المعلومه بتاعتي مش موجوده في الصفحه دي، لازم انزل بالصفحه بتاعتي مرتين، فهعمل ام دي اللي هي معناها موف داون. زي ما انتم شايفين كتبت ام دي اللي هي اختصار موف داون. اول مره هعمل موف داون مره كمان وانتر. اذا نزلت تحت شويه هتلاقي هنا الريفاليديشن اللي هو تغيير التذكرة مسموح، فحرف الواي معناها يس، لو حرف الان معناها نوت سبورت. تقول لي لو مسموح هترجع لملف الحجز، قبل ما تغير لازم اقول للمسافر لو في غرامة كام. تقول لي ما احنا شفناها من شوية كانت 50 يورو، هقول لك لا ممكن تتغير بسبب درجة الحجز، بسبب الرحلة، التاريخ، الله اعلم هي ايه.
طب انت عايز تعرف الدرجة او الغرامات، هتعمل اف اكس اكس سلاش ار كوما وتكتب التاريخ اللي انت صدرت فيه التذكرة. قلت له طب التاريخ ده هجيبه منين لو انا مش عارفه؟ هقول لك بص على السطر بتاع التذكرة، السطر ده فيه رقم التيكت، فيه السعر اللي انت دفعته لشركة الطيران اللي هو 10965، وفيه التاريخ بتاع الطباعة اللي هو 16 اكتوبر 2025 او 2022. عشان كده هاجي هنا هدوس انتر، هيظهر عندي سعرين. انا جاي اعرف الغرامات والشروط الجزائيه بتاع السعر اللي في السطر رقم 2، لان انا غالبا باخد السعر الارخص. عشان كده هنزل تحت هنا هعمل اف كيو ان 2 واحط علامه النجمه ديسبلاي واكتب بي اي اللي هي اختصار كلمه بناليتي. اول حاجه شفتها في الشاشه دي بيقول لي الكانسليشن، التذاكر بتاعتك غير مسترده. هقول له طيب انا مش عايز الكانسليشن، انا عايز اللي تشينج، يبقى لازم نعمل موف داون مره واحده. وننزل تحت لقينا اللي تشينج اوكي، ما لقيناهوش هنعمل موف داون تاني. ننزل الصفحة رقم 3، ننزل تحت كمان ظهرت عندي اللي تشينج. غالبا زي ما انت شايف الخطوط البريطانية عمالة تقول لي الغرامة كام؟ 50 يورو لو انا هعمل ري ايشيو او ري فاليديشن. اكيد برضو لازم نحوله عشان نفتكر امر التحويل، الاف كيو سي ده امر تحويل العملة. انت محتاج تكتب المبلغ اللي عطيته لك في الشاشة وتكتب العملة اللي هي اليورو بس كده. لو عارف الجنيه المصري حط سلاش واكتب اي جي بي. طب لو نسيت كود العملة بتاع البلد اللي انت فيها مش مشكلة، لو كتبت يورو بس ودوست انتر السيستم بيحولها لجنيه مصري اوتوماتيك اللي هي عملة السيستم على طول. بعد ما بنقول للمسافر المبلغ ده هيكون 1200 جنيه، هنرجع تقول لي ازاي انت شايفه 959 بتقول له 1200؟ هقول لك انا هاخد عمولة، اكيد انا مش هغير كده وخلاص. يعني لو عملت ار تي انا عايز اجيب رحلة الذهاب والعودة بعد يومين، بس خد بالك ان درجات الحجز مختلفة، فلما نيجي نغير لازم نحجز على الام في الذهاب ونحجز في رحلة العودة على الكلاس اللي اسمها او، عشان نخلي المسافر ما يدفعش فلوس اكتر ونقدر نعمل له ريفاليديشن. وافتكر كمان ان احنا عندنا 2 مسافرين المرة دي اللي هو نزيه ونيلي. هنعمل مع بعض امر تاني الافيلابيلتي. افتكروا تاريخ الذهاب كان يوم كام؟ 19، هو عايز ياخدها بعد يومين، فهنعمل 21 فبراير من كايرو الى لندن ونحدد الايرلاين بريتش ايرويز. بعد كده اجيب رحله العوده، تاريخ العوده كان عندنا هنا 25 فبراير، فاحنا عايزينه بعدها بيومين، هنعمله يوم 27 فبراير. ننتظر ثواني، لو نسينا درجات الحجز بفكرك ارجع للملف اتفرج عليه، احنا عايزين مقاعدين على الام والعوده على الاو. دوروا كده معايا على الام كلاس، ادي يا سيدي الام كلاس موجوده هنا في السطر رقم 1 ممكن نحجز عليها، والاو موجودة عندي بس في السطر رقم 11 مفيش الا مقعد واحد، فما اقدرش احجز على رحلة العودة اللي في السطر رقم 11، ممكن احجز على الاو في السطر رقم 12. تقول لي طيب هنعمل اس اس 2، هختار ام في السطر رقم 1 والعودة هختار او في السطر رقم 12. ليه ما كتبتش او رقم السطر 11 ده؟ لان السطر رقم 11 مفيش غير مقعد واحد وانا عايز المرة دي 2. وليه خدت الدرجتين دول؟ بص كده لما تدوس انتر، عشان لازم رحلة الذهاب القديمة نفس الدرجة فيها تكون زي الرحلة الجديدة، لأن هنا نفس الدرجة معناها إن أنا ممكن أعمل الريفاليديشن. نفس الموضوع في العودة، الرحلة القديمة 25 على الأو والرحلة الجديدة يوم 27 على الأو كلاس. تقول لي كويس، يبقى إحنا لازم نكنسل رحلة الذهاب والعودة اللي إحنا مش عايزينها اللي هي القديمة. في السطر رقم كام المرة دي؟ رقم 3 ورقم 5. عشان اكنسل رحله الذهاب والعوده القديمه هعمل اكس اي 3.5، والاكس اي سميناه كانسل element، بكنسل او بلغي السطر رقم 3 و5. في الاخر بسجل التوقيع وبعمل اي ار عشان احفظ الملف. برضه السيستم بيطلع لي رساله بيقول لي لو سمحت انا عايزك تعمل يا ري فاليديشن يا ري ايش، فاقول له حاضر بس عندك 2 مسافرين خليك فاكر. اول امر هنعمله عشان نعمل الري فاليديشن اللي هو كان اسمه ايه، تي تي بي تيكت برنت، بعدها سلاش هكتب اي تي اللي هي معناها الكترونيك تيكت، بعدها ار في اللي هي معناها ريفاليديشن سلاش. ده كده امر ثابت مش هيتغير سواء عندك مسافر او 2 او 10. هكتب بعدها السيجمنت اللي هو رقم السطر اللي فيه رحله الذهاب والعوده. شايفين الرحلات الجديده في السطر رقم كام؟ 3 و4، اللي هي فيها تاريخ الذهاب 21 والعوده 27، فدي بسميها سيجمنت 2 و3. هحط سلاش رقم التذاكر بتاع المسافرين في السطر رقم 9 و10، فانا هكتب هنا ال 9.10، يعني عايز اطبع التذاكر بتاع السطر رقم 9 ورقم 10. تقول لي استنى، هو ينفع تطبع التذكره بتاع الاثنين مسافرين؟ هقول لك لا بقى بصراحه،
لازم نجرب نطبع التذكرة بتاع المسافر الأولاني اللي هو نزيف في الصف رقم 9 لوحده، وبعد كده نطبع التذكرة بتاع مدام نيلي اللي في الصف رقم 10. خليك فاكر إن أنا همسح رقم السطر 10 مؤقتا. بعد كده سلاش هكتب الإلكترونيك كوبون رقم 1 ورقم 2. تقولي أنت خلاص حافظ 1 و2، هقول لك لا مش لازم نحفظه، تعال نراجع عليه مرة تانية ونشوف. ممكن أرجع هنا أعمل كليك على أي تذكرة فيهم سواء بتاع نزيه أو بتاع نيلي، هتلاقي تاريخ الذهاب 19 لسه ما اتغيرش. اه اهو شايف التاريخ اللي انت عايزه الجديد 21، تاريخ العودة 25، ما زال التاريخ الجديد اللي انت عايزه 27. تقول يعني غالبا رقم السطر بتاع الالكترونيك كوبون ده ثابت 1 و2، هقول لك صح بس لازم نعمل تشيك عليه عشان نتأكد منه. لو قفلت الشاشة دي تقول لي طب يا ترى المسافر التاني هيختلف؟ هقول لك لا، لو فتحنا التذكرة بتاع مدام نيلي نفس الموضوع، الالكترونيك كوبون رقم 1 ورقم 2. تقول لي طيب بعد ما كتبنا ايه 1 و2، هقول لك هنحط سلاش ونكتب RT. افتكر كده ان احنا بنطبع تذكرة اللي في السطر رقم 9 اللي هي بتاعت نازي بس. اول ما هدوس انتر السيستم المفروض يقول لي ان التذكرة دي كانت مظبوطة. هل انا كتبت البيانات دي صح؟ لا، كان في بيانات انا كتبتها غلط، ومن هنا السيستم دلوقتي حالا بدأ يقول لي خد بالك ان رقم السيجمنت مش صح. طب انا اعرف الكلام ده ازاي؟ تعال نراجعه بقى سوا عشان الاخطاء دي نتعلم منها. شايفين رقم السطر بتاع رحلة الذهاب والعودة دلوقتي في السطر رقم كام؟ 3 و4. شوفوا هنا أنا لما عملت الأمر كتبت هنا السيجمنت كام؟ 2 و3، فده أول غلط أنا عامله، ده مش صح، فلازم أتأكد إن رقم السطر بتاع الذهاب والعودة هو 3 و4. فهمسح الرقم ده وأكتب السطر بتاعي سيجمنت 3 و4. لو دوست إنتر والأمر صح لازم السيستم يقول لي أوكي بروسيس، تم إصدار التذكرة بنجاح. كده احنا طبعنا تذكرة نزيه، عشان نتأكد هنعمل RT برضه ونتفرج عليه. هنلاقي التذكرة بتاع نزيه هي اللي رجعت شكلها FA وشكل التذكرة رجع تاني، لكن تذكرة نيلي لسه متغيرتش. عشان نثبت لبعض الموضوع ده هنعمل كليك على التذكرة بتاع نزيه، هتلاقي تاريخ الذهاب الجديد بقى 21، تاريخ العودة الجديد 27، هتلاقي هو نفس التاريخ اللي المسافر عايز يغيره. تعال نفتح التذكرة بتاع نيلي، أكيد ما اتغيرتش. هتلاقي التذكرة بتاعت الذهاب ما زالت القديمة اللي هي يوم 19، تذكرة العودة يوم 25، يبقى احنا لسه ما غيرناش التذاكر بتاعت نيلي. هقفل الشاشة دي مرة تانية وأجرب دلوقتي حالا أعمل نفس الأمر، بس هاجي هنا بدل L9 هخليها L كام؟ 10، وإنتر. لو السيستم قال لي أوكي يبقى التذاكر كلها مظبوطة، هرجع تاني أعمل RT وأتفرج على ملف الحجز بتاعي. هلاقي التذكرتين دول موجودين عندي، ظهروا هنا في السطر رقم 9 ورقم 10 زي ما انتم شايفين. لو كل البيانات بتاعتنا كده مظبوطة نبقى نقدر نقفل الملف، نبعت التذكرة للعميل على الإيميل، نعمل كل اللي احنا عايزينه براحتنا خالص. ده الموضوع اللي احنا محتاجين نحكي فيه النهاردة. أنا طبعا بالتأكيد مش هديكم معلومات زيادة ولا حاجة، لكن هديكم أمر كنا خدناه قبل كده. نفترض المسافر بعد كل اللي احنا عملناه حب يلغي التذكرة، مش هيسافر أصلا، وعايز يعمل فويد للتيكت لو كان طبعها في نفس اليوم. هفكركم بأمر الفويد، افتكروا إن التذكرة دي مكتوب هنا إيه؟ ET، يعني تذكرة إلكترونية أكتف. لو العميل عايز يلغيها بقى ممكن نعمل الأمر ده TRDC/L ونكتب رقم السطر 9. كده بلغي التذكرة اللي في السطر رقم 9. طب ينفع نلغي التذكرة اللي في السطر رقم 10؟ ينفع، بس بدل ما نكتب L نكتب All. All يعني All تيكت اللي موجودة في الملف. فالأمر ده بيعمل فويد، هيلغي التذاكر بتاع رحلة الذهاب والعودة لكل المسافرين في الملف. لو جربت تدوس انتر دلوقتي هتلاقيه طلع لك الرسالة دي، رقمين التيكت دول مكتوب جنبهم التيكت دي ايه؟ كانسلد، تم إلغاء التذاكر بتاعت رحلة الذهاب وبتاع رحلة العودة. هرجع تاني اتفرج على الملف، اعرف منين ان التذاكر اتفودت؟ هتلاقي بس الحرف ده اللي اتغير، مكتوب هنا EV يعني Electronic Void سواء في الذهاب أو في العودة. حرف الـ V هنا معناها إن التذاكر دي تم إلغائها فعليا. تقول لي بعد ما اتلغت؟ هقول لك يبقى لازم تحذف رحلة الذهاب والعودة، المقاعد دي أنت مش محتاجها دلوقتي، لازم نكنسلها ونرجعها لشركة الطيران. طب عايز تكنسل رحلة الذهاب والعودة هتكنسلها إزاي؟ هنعمل الأمر بتاعنا اللي هو كان اسمه XI. XI كان معناها إلغاء خط السير أو بيلغي رحلة الذهاب والعودة بالكامل. بعد ما عملنا الـ XI هنسجل التوقيع، بعد كده نعمل ER.
البيانات اللي ظهرت عندنا دي هتفضل لمدة 5 سنين على السيستم. لو المسافر بتاعنا زيد حب يسافر مرة تانية، مش محتاج اخد اسمه وتليفوناته، هتفضل عندي، اجيب له بس رحلة ذهاب وعودة واطبع له التذكرة على طول. هجرب اعمل اجنور، اقفل الملف واروح اشوف تقرير المبيعات بتاعي، اشوف التذاكر اللي انا طبعتها. التي جي كيو ده بيطلع تقرير المبيعات اليومي، كل التذاكر اللي انا طبعتها النهارده سواء في المجموعات بتاع الصبح او النهارده ظهرت عندي. التذاكر اللي انا عملتها معاكم هتظهر في الصفحه رقم 2، فممكن اعمل موف داون. اخر تذكرتين انا كنسلتهم النهارده ظهر عندي هنا الكود عزيز بتاعهم محترم، CANX. اتفضل يا محمد. هو لو انا لو هو مثلا سافر ورجع وعايز يسافر تاني بنفس الاشخاص ونفس البلد، مش تمام محتاج ان انا ادخل كل البيانات دي تاني، انا هختلف بس في التواريخ، صح صح؟ مظبوط عندك حق، هجيب له بس رحلة الذهاب والعودة الجديد واطبع له التذكرة. تمام، شكرا يا دكتور. نعم، شايفين هنا التذكرتين دول مكتوب ايه؟ CANX، يعني تم إلغاء التذاكر سواء في الذهاب أو في العودة بتاعتي. هعمل إجنور وهحاول أجيب لكم الأوامر اللي إحنا عملناها النهاردة عشان تشوفوا أوامر الريفاليديشن، هتلاقوها قليلة جدا بس انتوا هتحسوا انه مازال الموضوع صعب شوية. أنا عارف، يمكن لما نتفرج على الفيديو مرة أو اتنين هتحسوا إن الدنيا سهلة. زي ما أنا بقيت أعمل لكم ملف الحجز، محدش فيكم بيسألني دلوقتي، انتوا حاسين ملف الحجز كل الخطوات لحد طباعة سهلة ودنيا كويسة، لأن احنا اتمرنا عليه كتير أو جربناه بالتأكيد. شوفوا أول خطوة عملتها إيه هنا، ده من أول الملف خالص. لو العميل دخل عندي في شركة سياحة وعايز أطبع له التذكرة، بعمل إيه؟ ببدأ أعمل أمر بتاع الـ FXD. الأمر ده عشان أجيب أرخص سعر هنا لاتنين مسافرين. أول ما السعر ظهر عملت FXZ1، حجزت على السعر ده، وعملت RT عشان أتفرج على رحلة الذهاب والعودة. سجلت أسماء المسافرين نزيه ونيلي والتليفون بتاع شركة السياحة والموبايل والإيميل والتيكت أوكي لو هيدفع دلوقتي، وحطيت التوقيع وحفظت. ده كده ملف الحجز الأساسي. بعد كده رحت عامل امر التسعير اللي هو اف اكس بيبي عشان اجيب ارخص سعر، وسجلت طريقه الدفع كاش والعموله 3%. مره كمان حطيت التوقيع وعملت اي ار. اخر حاجه رحت طابع التذكره تي تي بي سلاش ار تي. بعد ما طبعت التذكره جالي المسافر، قلت له هبعت لك التذكره على الايميل، ورحت عامل له اي جي، قفلت الملف. لو جالي المسافر بقى بعد يوم 2 3 هروح استرجع الملف بالامر ده، هكتب ار تي ورقم الحجز، هلاقي شركة الطيران الخطوط البريطانية، فهعمل الأمر ده اللي هو هيلب إلكترونيك تيكت. هحاول كده أكبر لكم كمان حجم الشاشة عشان يمكن الأوامر دي تظهر في التسجيل كويس. هنا عملت الأمر بتاع اللي هو هيلب إلكترونيك تيكت وكتبت كود شركة الطيران. رحت أعمل موف داون مرتين عشان أشوف الخطوط البريطانية بتقبل التغيير اللي هو الريفاليديشن ولا لأ. اول ما لقيتها بتقبل الريفاليديشن وقدامه حرف الواي يعني يس، رحت عامل ار تي ورجعت للملف. الامر ده عشان اجيب السعر بتاع التذكره في التاريخ القديم اللي انا طبعت فيه التيكت اف اكس اكس سلاش ارقمه، والتاريخ ده كان 16 اكتوبر 2022. بعدها رحت عامل الامر ده اف كيو ان 2 وحطيت علامه نجمه بي اي عشان اجيب الغرامات والشروط الجزائيه. عملت موف داون مرتين لرحله الذهاب بتاعتي. بعدها عملت امر تحويل العمله اف كيو سي وحولت العمله بتاعتي من 50 يورو الى جنيه مصري. رجعت الملف الحجز ورحت جايب رحله الذهاب والعوده الجديده اللي المسافر عايزها يوم 21 فبراير من كاير لندن على البريطانيه، والعوده يوم 27. طالما انا نويت اعمل الريفاليديشن حاولت احجز على نفس الدرجات القديمه، لقيت الدرجه القديمه كانت ام والدرجه الجديده كانت الاو، نفس الدرجات بتاعتي في الذهاب وفي العوده. عشان كده حجزت مقعدين على الام في السطر رقم 1 والاو في السطر رقم 12. لما رجعت الملف الحجز حذفت رحله الذهاب والعوده القديمه اللي هي في السطر رقم 3 ورقم 5. بعد كده حطيت التوقيع وحفظت. اول حاجه رحت عملتها عملت امر الطباعه، اكتشفت ان امر الطباعه ده كان غلط. لما عملت تي تي بي سلاش الكترونيك تيكت ار في حددت السيجمنت 2 و3، لقيت السيستم قال لي غلط لان السيجمنت بتاعتي فعليا كانت 3 و4، فلازم اتاكد من رقم السيجمنت. بعد ما عملت الامر ده طبعت التذكره بتاع المسافر الاولاني اللي هو كان في السطر رقم 9. عملت نفس الامر وطبعت التذكره للمسافر رقم 10. بعد كده رحت اعمل ار تي عشان اتفرج على الملف. وافترض بقى العميل مش هيسافر ولحقني في نفس اليوم قبل 12 بالليل، عشان كده رحت اعمل الامر ده اللي سميته ايه؟ الفويد تي ار دي سي سلاش اول، لغيت التذاكر بتاعته كلها. قبل ما الغيها بالكامل رحت عامل ار تي عشان اتفرج ان انا اتاكدت انها اتلغت.
اول ما لقيتها فويد رحت عامل الامر بتاع اكس اي اللي هو بيكنسل خط السير او بيحذف رحله الذهاب والعوده، وفي الاخر رحت حاطط التوقيع وعامل اي ار، وعملت بعد كده اي جي اجنور عشان اطمن ان انا شغلي كان مظبوط. ده الموضوع اللي احنا محتاجينه النهارده، وعندنا وقت لو عندكم سؤال او استفسار اتفضلوا براحتكم. انا مش عايزكم تفضلوا مخضوضين كده وساكتين، افتكروا برضو زي ما قلت لكم اول حاجة بنشرحها جديدة بتحسوا انها صعبة في الاول، لكن لما بنتفرج على الفيديو او نجربها على السيستم لو حد فيكم بيفتح السيستم هتلاقوا الموضوع اسهل. فان شاء الله لما تقعدوا تراجعوا الكلام ده النهاردة او بكرة قبل ما نيجي المحاضرة الجاية هنراجع الكلام ده مرة تانية، ونبدأ ناخد الموضوع بتاع الريشيو اللي هو الموضوع التاني. لما اجي اشرح لكم الموضوع ده هتحس انه سهل وانا بوعدكم كده، لكن لما اجي اقول لكم الموضوع الجديد الريشيو هتحس انه صعب وهكذا. فالموضوع دايما في اول مره بتحس انه صعب، لكن بعد شويه بتمرين عليه او ان انتوا تشوفوه هتلاقوه اسهل ان شاء الله. انا مستنيكم لو حد فيكم عنده سؤال او استفسار براحتكم. حضرتك يا دكتور، الكود فيه كود كتير، احفظها ازاي؟ لان كده صعب اوي. مش محتاج، انت مش مطلوب منك يا محمد تحفظ الاكواد، انت مطلوب منك تفهم على قد ما تقدر اللي انا بقوله لك، وبعد كده انا هبعت لك نوتس فيها كل الاكواد بتاع السيستم، وانت قاعد شغال في شركة سياحة بتاعتك ممكن تطبع ورقتين ثلاثة على المكتب وتشتغل بيهم بعد كده. لكن انا محاضر غصب عني عشان بعيد الكلام ده كل يوم، فغصب عني بحفظ الاكواد، لكن انت ما تقدرش تحفظ كل الاوامر دي، لكن تفهمها لما بعتها لك في ملف فيها خطوات تقدر تعرف تعملها، لو اتفرجت عليها تكون عارف هي ايه وهكذا. ممكن تحفظ جزء منها وتنسى جزء، لكن كلها تحفظه لا تبقى عبقري يعني. فانا مش عايزك تبقى عبقري، عايزك تحس انك بني ادم عادي من حقك تفتكر تنسى تتمرن على السيستم لحد ما تبقى عبقري. تمام، أنا ممكن أعمل كذا خطوة مثلا وأنسى خطوة وأعمل اللي بعدها، عادي فاهمني؟ الترتيب مش مشكلة ما تقلقش، في بعض الأحيان الترتيب ما يعملش عندنا مشكلة، فلو في حاجة نسيتها ارجع اعمل الخطوة اللي انت نسيتها وكمل شغلك تاني، السيستم هيكمل معاك. خلاص، تسلم يا دكتور. وأنا على رأي محمد يا دكتور، هو مش لازم أرجع لنفس الخطوة، يعني لو عديت خطوة مثلا وما عملتهاش وعملت الخطوة اللي بعدها عادي، لو نزلت تحت وعملت الخطوة اللي أنا فوتها مثلا، أكيد مش هتأثر على الجهاز في حاجة، خالص أبدا، ولا هتأثر على التذكرة، ولا هتأثر عليا. لا أبدا أبدا. أنا خلاص، تمام، شكرا لكم. عفوا محمد. لو ما عندكوش هي كده أسئلة المحاضرة خلصت تمام، صح؟ أنا خلصت، أه مستني بس لو عندكوا استفسار. لو كده هنتقابل إن شاء الله يوم الثلاثاء في نفس الميعاد نراجع الكلام ده مرة تانية، وإن شاء الله ناخد الموضوع الجديد. وبرضه بعد ما أقفل معاكم هبعت لكم اللينك بتاع الفيديوهات، افتكروا إن اللينك ده هيقعد بعد نص ساعة أو ساعة تقدروا تتفرجوا عليه، لما تيجوا تعملوا كليك عليه بعد ما أعمل لكم سند أو أبعته لكم على الجروب هتلاقي مكتوب عليه كلمة بروسيسنج أو أبلودنج، يعني لسه السيستم بيتحمل، فما تقلقوش من الموضوع ده. بعد ساعة بالكتير تقدروا تتفرجوا عليه وتنزلوه على الجهاز بتاعكم. خلاص، تمام، شكرا لكم، أشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة. مع السلامة.